تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين. في زيارة عمل للجزائر بتكليف من رئيس الجمهورية، رئيسة الحكومة تؤكد دعم التعاون بين البلدين والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. معطلون عن العمل يواصلون احتجاجاتهم في يوم غضب بعدد من ولايات الجمهورية ويطالبون بتفعيل القانون عدد 38. وفي مشروع الخطوط الحديدية السريعة، جاهزية أحد الخطوط للاستعمال رغم تعطيلات المطالبين بالتعويضات والسرقات التي تطال المواد. في إطار زيارة عمل بيوم واحد، أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودين زيارة إلى الجزائر، وكان في استقبالها الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن عبد الرحمن مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. إذكاء لروح التضامن المستدام وتوطيدا لعلاقات الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين تونس والجزائر، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، أدت اليوم رئيسة الحكومة نجلاء بودن زيارة عمل هي الأولى من نوعها إلى الجزائر. زيارة بيوم واحد، التقت خلالها في القصر الرئاسي الرئيس عبد المجيد تبون. وتعمل بودن من خلال هذه الزيارة على مزيد دفع علاقات التشاور والتعاون الثنائي بين البلدين إلى أفضل المراتب، وسط حرص من كلاهما على مزيد تنسيق المواقف بشأن عديد القضايا المشتركة والإقليمية وتنشيط التعاون الاقتصادي. وإحنا في بلادنا، وهذا في مجال اللقاءات اللي بنعملوها مع بعضنا دوريا لتركيز هالعلاقات الثنائية، وإن شاء الله نتعداو ما أهم في علاقاتنا الثنائية باش تبدأ استراتيجية متكاملة. تأتي زيارة بودن التي لم تنشر رئاسة الحكومة فحوى لقاءاتها، وسط تأكيدات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق من أن من يمس تونس يمس الجزائر، وأن من تسول له نفسه المساس بأمن تونس سيجد الجزائر بالمرصاد، مشددا على تفعيل الاتفاقيات بين البلدين. زيارة تكون زيارة دولة، وتكون فيها ما يمشوا معايا نص الحكومة باش نمضي كل الاتفاقيات اللي راها مجمدة وداشين نمضيها مع تونس، بيننا وبينهم كثافة في التعامل، يعني الشيء اللي تخلي جيران مثاليين بالنسبة لنا تونس والجزائر بالنسبة لهم. وتحادثت بودن أيضا مع الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الذي كان قد استقبلها في وقت سابق بمطار هواري بومدين الدولي، وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ونظيره الجزائري رمضان العمامرة. وتأتي هذه الزيارة ترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، واستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين، كما تمثل مناسبة لتعزيز التشاور وبحث سبل دعم التعاون بين البلدين والإعداد للاستحقاقات الثنائية المنتظرة، وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في المنظور القريب، إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني مساء الخميس عن جملة من الاتفاقات بين تونس وليبيا في أعقاب جلسة عمل بحثت دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك في مجال التكوين المهني والتشغيل. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم تحدد جملة الإجراءات القانونية والعملية لتنظيم عمليات الدخول والإقامة بليبيا وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين من خلال استغلال منصة وافد لتسهيل توظيف الكفاءات والمهارات التونسية لتلبية حاجيات سوق الشغل الليبية. كما تم الاتفاق على الانطلاق الحيني في تنفيذ برامج التعاون المشتركة وتخطي تأخير تنفيذ مذكرات الشراكة والتعاون المبرمة سابقا بين البلدين، والتفعيل الفوري لمخرجات أشغال اللجنة الفنية المشتركة التونسية الليبية في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل. كما تولى الجانب الليبي المشارك في جلسة العمل تحديد حاجياته من الكفاءات والمهارات التونسية
في مختلف القطاعات الاقتصادية والاختصاصات، مطالبين بحقهم في العمل وبتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بالانتدابات الاستثنائية لمن طالت بطالتهم. نفذ عدد من المعطلين عن العمل وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد في إطار يوم غضب وطني، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الوظيفة العمومية. تنفيذا لقرار يوم غضب دعت إليه التنسيقيات الانتداب حقي، خرج عدد من العاطلين عن العمل من أصحاب الشائد العليا الذين طالت بطالتهم أمام مقرات بعض ولايات الجمهورية للاحتجاج، ورفضا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدم تطبيق القانون عدد 38 الذي ينص على تشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب الشائد العليا الذين طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية على دفعات. يعني واصحابي واللي اللي عندهم العشر سنوات فما فوق يصبح القانون بتاعنا وهم، يا وقتاش باش نخدموا؟ احنا عندي اقل، انا اقل شيء عندي 10 سنين، زملائي عندهم ب 17 عام و 15 عام، انا اصغر وحده يسمى فيهم 35 سنه. السيد رئيس الجمهوريه قال انه قانون 38 عملوه الفاسدين، اذا كان عملوه الفاسدين نحن شنو المآل بتاعنا؟ طالب سياده الرئيس بانزال الاوامر الترتيبيه لقانون عدد 38 الذين طالت بطلتهم، طالبين التراجع عن قرار سيادة الرئيس وتفعيل القانون في أقرب وقت. رانا استنينا برشا، رانا نحكيه على إنسان كمل قرايته وقعد أكثر من 10 سنين بطالة. تنسيقية الانتداب التي خرج أفرادها للاحتجاج تنفيذا ليوم الغضب التي دعت إليه باتت تبحث عن حل عبر دعوتها رئيس الجمهورية قيس سعيد لفتح باب الحوار. وكان رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي أكد ضرورة خلق الثروة، وذلك عبر إحداث شركات أهلية توفر للعاطلين عن العمل مواطن رزق تكفل لهم كرامتهم. سنوفر إن شاء الله هذه الإمكانيات الحقيقية لخلق الثروة، للعلاقة بين المواطن والثروة ليكون هو صاحب الثروة، ليس منة ولا فضلا من حزب أو من جهات معينة لخداعه فقط ولجعله يلهث وراء السراب، بالرغم من أن هذا القانون موجود. لماذا بعد عام كامل لم تخرج أوامر ترتيبية، لم توضع أوامر ترتيبية؟ لأنهم يعلمون جيدا أن القانون لن يطبق. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن خلال لقائه الجمعة الماضي وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، أعلن أن القانون عدد 38 لعام 2020 وضع في تلك الفترة كادت للحكم والاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ. هذا ويذكر أن القانون عدد 38 الذي يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية على دفعات للعاطلين عن العمل من أصحاب الشائد العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فما فوق، تم إصداره بالرائد الرسمي في 13 أوت 2020، وذلك بعد المصادقة عليه في جلسة عامة بالبرلمان في 29 من جويلية من العام ذاته بأغلبية 159 صوتا. ضمن تحقيقات الأخبار نفتح ملف الخطوط الحديدية السريعة. المشروع الذي يعود إلى سنة 2006 وكان يفترض انتهاء أشغاله منذ 2017 والممول من 3 جهات أجنبية أوروبية، تابعنا تقدم تفعيله وتوقفنا عند وضع خطيه جيم وثاء وأسباب التأخر الطويل باهظ الكلفة، خصوصا في مرحلة تجريب الخطين الجديدين بداية بالخط جيم. مشروع وطني ضخم وواعد قفزت كلفته إلى 1200 مليون دينار خلال 10 سنوات، يقوم على مد خطوط حديدية كهربائية وسريعة ومتطورة. تقدم فيه تنفيذ الخطين جيم وثاء في انتظار تحصيل تمويلات لمد بقية الخطوط. الخط جيم وهو بطول 8.3 كيلومترات ممتد من محطة الأرتال ببرشلونة إلى محطة بوغتفا بالزهروني مرورا عبر 5 محطات، يدخل قريبا حيز الاستغلال، لولا أنه يتعرض منذ سنوات إلى شتى أنواع الصعوبات والتعطيلات أساسا بسبب مشاكل مسار التعويضات واحتجاجات المواطنين المتكررة بخصوصها. الربيط الاجتماعي اللي صارت بعد الثورة
وعندنا زادة إشكاليات صارت مع فسخ عقد الهندسة المدنية مع شركة اللي كانت ديفايانت، دونك والتزينا أنه نعاودوا صفقة أخرى. إشكاليات عقارية معناها كبيرة جدا اللي تتطلب زادة معناها تدخل بعض الوزارات، مثلا وزارة التجهيز، وزارة أملاك الدولة، واللي هذه الحقيقة في ظروف نتاع الثورة وظروف ما بعد الثورة كان صعيب ياسر تنفيذ بعض القرارات اللي كان، وبعض الاحكام، حتى بعض الاحكام. 400 مليون دينار اللي هي زاده في اولا تحيين الاسعار، الانيزاسيون اللي صاروا للشركات اللي تعطلت وللاشخاص وللمانع لكوميرسون. الاعتداءات المتكرره على التجهيزات والسرقات لم تتوقف منذ بدء مد الخطين جيم أ وثاء د، خصوصا في مستوى الجزء المشترك منهما بين تونس ومنطقة السيدة المنوبية، ليشهد المواطنون هناك بتكرر حوادث الاعتداء على إمدادات الكهرباء والكوابل والمنشآت التابعة منذ سنوات، ما سبب خسائر جسيمة وزاد تعطيل الإنجاز. ياكو نشوفوا في بين القنطرة تحت، زاد الضربة الثالثة، طلبت 198 طريقو شخص مثلا؟ لا لا انا ما شفتش، يلغاو مضروب باللامسي، اللامسي نتاع يعني شو يسرقوا فيه، معناها اذا كانوا ما يعملوش كاميرا. انت كمواطن تسكن في المنطقه دي شنو مطلوب؟ كاميراوات، ما يعملوش كاميراوات، حكايه زايده. هذوما صغار هما اللي يهزوا في الكوابل، هما اللي يهزونا في الواح، ونحن نهار كامل العساسه هنا تخدم تجري من جال بلاصه لبلاصه. 3 كيلومتر كابل اللي تسرق، وهذوما دي كابل سبيسيال ما تقامش في تونس، الخسائر هذه تتكلم بمئات الملايين. هذه منظومة نقل نعتمد في تجارب تشغيلها عمليات مستفيضة، نحرص قبل تسليم المشروع على تأمين سلامته وسلامة مستعمليه الركاب. 28 قطارا ستؤمن سفرات الخطوط الحديدية السريعة اشترتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية، التي ستتسلم مهام تسيير الخطوط السريعة كلها فور انتهاء تجارب تشغيلها، اشترتها من كوريا الجنوبية بكلفة 165 مليون أورو، في حدود 500 مليار. وتحملت المجموعة الوطنية وتتحمل أعباء اقتنائها كما أعباء المشروع المعطل الهائل تنفيذا وكلفة، ويتحمل المواطنون الساكنون حول الخطين الحديديين مانة إنجاحه واستغلاله والحفاظ عليها في كنف المسؤولية والوعي. لم يتم التصريح بأي وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بتاريخ أول أمس الأربعاء، بينما سجلت بالمقابل 159 تحليلا إيجابيا من مجموع 2835 تحليلا مخبريا، وذلك بحسب وزارة الصحة. وفي الوقت الذي تكثف فيه تونس استعداداتها لمجابهة موجة محتملة من فيروس كورونا، عاد الوباء لينتشر في العديد من بلدان العالم مخلفا المزيد من الوفيات والإصابات خاصة في أوروبا، موجة دفعت الكثير من بلدان القارة العجوز إلى اتخاذ تدابير مشددة لكسر حلقات العدوى. أني وكالة أنباء دولية أن أكثر من 258 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما فوق 5 ملايين منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في ديسمبر 2019. وحسب هذه الإحصاءات تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى دوليا من حيث عدد الإصابات، فيما يحتل العراق المرتبة الأولى بالنسبة للدول العربية، وتحتل تونس المرتبة الأخيرة من حيث عدد الحالات الإيجابية المسجلة. وقد اعتمدت هذه الإحصاءات على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين في كل دولة. وفي ألمانيا بلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا مستوى قياسيا مع تسجيل قرابة 76 ألف إصابة، فيما تخطت الوفيات حاجز 100 ألف. لمزيد تطويق انتشار فيروس كورونا عبر العالم، قرر الاتحاد الأوروبي اقتراح مهلة 9 أشهر لصلاحية لقاحات فيروس كورونا للراغبين في السفر إلى الدول الأعضاء. وجاء في التقرير أن المفوضية الأوروبية ستوصي أيضا الدول الأعضاء بمواصلة الترحيب بالمسافرين الذين حصلوا على التطعيمات التي وافق عليها الاتحاد، وأن تفتح أبوابها اعتبارا من 10 جانفي القادم لمن تلقوا لقاحات وافقت عليها منظمة الصحة العالمية. وجاء في التقرير أنه من المتوقع الإعلان عن المقترحات المتعلقة
بالسفر من خارج الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق. جاءت هذه التقارير في الوقت الذي يقترح فيه المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض بدراسة منح جرعات معززة من لقاحات كورونا لجميع البالغين. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية الخميس سلسلة اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فقد أصيب فلسطيني على الأقل بجروح والعشرات بحالات اختناق خلال اقتحام تلك القوات بلدة السلواد شمال مدينة رام الله، كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي خلال مواجهات عقبت اقتحام عناصر الاحتلال مدينة طوبس، واعتقلت أسيرا محررا بعد أن داهمت منزله في المدينة ذاتها. وكان الجيش الإسرائيلي قام في وقت سابق بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 21 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس. في أخبار رياضة، دارت اليوم مباراة متأخرة من الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث تغلب الترجي الرياضي على مضيفه أمل حمام سوسة بهدف دون مقابل لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما واصل النجم الرياضي الساحلي نزيف النقاط ضمن المجموعة الثانية بتعادله دون أهداف مع مستقبل سليمان ليتابع الفريقان احتلال المركز الخامس بسبع نقاط صحبة الأولمبي الباجي. أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم تحضيراته بملعب رادس الفرعي قبل التحول اليوم الجمعة إلى العاصمة القطرية دوحة استعدادا للمشاركة في مسابقة كأس العرب التي ستقام منافساتها بدءا من 30 من الشهر الحالي. وشهدت تدريبات المنتخب الوطني التحاق لاعب مانشستر يونايتد حنبعل المجبري، وكان المدرب منذر الكبير وجه الدعوة إلى 23 لاعبا للمشاركة في كأس العرب، منهم 15 لاعبا محترفا في أندية عربية وأوروبية. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. في زيارة عمل للجزائر بتكليف من رئيس الجمهورية، رئيسة الحكومة تؤكد دعم التعاون بين البلدين والارتقاء به إلى المستوى الشراكة الاستراتيجية. معطلون عن العمل يواصلون احتجاجاتهم في يوم غضب بعدد من ولايات الجمهورية ويطالبون بتفعيل القانون عدد 38. وفي مشروع الخطوط الحديدية السريعة، جاهزية أحد الخطوط للاستعمال رغم تعطيلات المطالبين بالتعويضات والسرقات التي تطال المواد. كالعادة بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في أمان الله.